مرسوم 88 مرسوم 88 مرسوم 88 اليوم ورشتنا في إطار دور المجتمع المدني والحفاظ على مكاسب المجتمع المدني اللي اليوم الحقيقة في الوضع هذا نشوفه اللي هي مهدأ. احنا فما نحس فما شوية تضييقات على الجمعيات بريمو أنك نشوفه ولينا ندفع في 30 دينار برموا في الوقت اللي احنا مداخلنا يعني كان بها رب. اليوم خادين نشوفه أنه الجمعيات في تونس عندها شوية متركاج، عندها شوية تقلقات، وسمعنا على تبديل الفصل 88 اللي على أساسه أسسنا الجمعيات. المرسوم هذية اللي اعتبرته الجمعيات والمنظمات التونسية مكسب للبلاد هذه، لكن مع الأسف هالمشاريع تنقيحات هذية ومشاريع مقترحات للتنقيح قاعدة تمشي في اتجاه التضييق على الجمعيات سواء في مرحلة التكوين أو حتى في مرحلة النشاط. ثم معناتها أصوات تنادي بمعناتها تغيير المرسوم اللي احنا كنا ننتظروا انه المرسوم هذا وقيت باش يتعدى المرسوم ويولي قانون. اليوم يحبوا معناتها يتخلوا على المكاسب، خاطر الحقيقة كان ثم مكسب في تونس اليوم هو مكسب دسترة المجتمع المدني، الحق في التنظم، الحق في التعبير. وكي نحكوا عن مجتمع مدني هو مجتمع مدني اليوم فاعل، هو مجتمع مدني، هو قوة متاع معناتها اقتراح، قوة متاع رقابة وبديل وصوت لعديد من الشرائح اللي ما عندهاش صوت. ثم بحثنا مع بعضنا في الصعوبات اللي يتعرض لها المجتمع المدني لنصل إلى مجموعة من التوصيات اللي باش تكون البذرة الأولى لمناصرة هذا المشروع ومن أجل حمايته ومن أجل المحافظة على مكتسبات المرسوم 88. ثم حاجة أخرى مهمة على الآخر هي تراجع بعض مسؤولي الجهات في دعم الجمعيات، لهذا بدأ يعمل سؤال كبير ياسر، اسكو ثم تضييق على الجمعيات، ثم مناشير أخرى باش تخرج وتكون أكثر صرامة. احنا كنا يخلونا المنشور 88 كيف ما هو خارق للعادة ورائع جدا ويخلينا نخدمه بأريحية مع الناس الكل.